بالنسبة للوضع ديال المؤسسة العمومية هي في حالة مزرية منذ البداية قبل هذا الإضراب هذا. احنا من رواد المدرسة العمومية كنمشيو كنجيو عليها والحالة هي كاهتراء في المقاعد، اهتراء في الجدران، لا مبالاة بالمستوى ديال التلميذ، اكتظاظ داخل الأقسام، عدم توفر الأساتذة على المواد الأولية باش يخدموا، من طونير، من أوراق، من فترات، يعني من أبسط الأمور اللي خاص يخدم بها الأستاذ غير متوفرة. بعض المرات كيطلبوا من الأبناء تاعنا هما اللي خاصهم يشروها، هما اللي خاصهم يوفروها. هذا كيبين بأن المدرسة العمومية بدأت تفقد مكانتها لدى المسؤولين ولدى الحكومة. كنلاحظوا بأن المؤسسة العمومية غادي نبقى في واحد الانحدار من اجل علو ديال المؤسسه الخاصه ومن اجل خصوصه هذه المؤسسات التي ترجع ملكيتها للمسؤولين داخل الحكومه. فبالتالي يعني شنو كتنتظر منهم؟ اش من اهتمام كتنتظر منهم؟ كيفاش ان هذه المؤسسات ما كتخرج لهم لا ميزانيه لا اي شيء؟ كينتظروا من الشريك ديالهم اللي هي الجمعيه انها هي تكون اللي كتصرف على هذه المؤسسات وهي اللي تقوم على هذه المؤسسه هذه. ففي نظرك الى اين ستذهب للمؤسسه العموميه؟ الى الحاضض والى الهاويه. هذه الإضرابات هي صراحة لصالح المؤسسة العمومية، مكيفيض الكاس وكيطفح الكيل، كل شيء كيخرج. دابا في الشارع ما خرجوش غير الأساتذة، خرجوا الأساتذة وخرجوا التلاميذ وخرجوا الأمهات وخرجوا الآباء، كلهم كيطلبوا باش يرجع لإعتبار الأستاذ وترجع ليه الكرامة تاعته، لأن هي من كرامة ديال الشعب. هذاك الأستاذ كنقولها وكنعاود نكررها، راه هو جزء منا، جزء من المواطن البسيط اللي كيكدح وكيتعب من أجل الكرامة ومن أجل واحد العيش اللي هو كريم. غدا ولا غدا غادي يكونوا حتى حنا وليداتنا أساتذة. فنحن الآن نناضل من أجل هذه المؤسسة العمومية أنها ترجع الإعتبار تاعها وترجع الاعتبارية ديالها. علاش؟ لان غدا غادي تكون ضمن يعني الوظائف اللي غادي يشغلوها الابناء ديالنا. المؤسسة العمومية فاش كتخذ هذا الاضراب هذا هو غير متوحور فقط عند الاستاذ او لا في الاجر او لا زيادة الاجر للاستاذ، ولكن من اجل يعني الكرامة، الكرامة ديال اي مواطن. ربما اليوم حنا كنتكلموا على المؤسسة وعلى الاستاذ وعلى الكرامة تاع الاستاذ، ولكن راه الا بقى هذا الصمت القاتل وهذا الصم الاذان راه ربما تعلى المطالب. ونتكلموا على غلاء المعيشه وعلى هذه الظروف القاهره اللي كنعيشوها حنايا وهذه الصعوبه ديال المعيشه، وكيفاش انه دابا الانحدار ديال المدرسه العموميه من اجل علو المدرسه ديال الخصوصيه. اليس هذا ممنهجا؟ واش هادشي ماشي ممنهج؟ الناس ما عندهمش ما ياكلوا، فكيفاش كتنتظروا الان وكتطلع من الارقام يعني في الجرائد الرسميه في واحد التصاعد، واحد الوتيره التصاعديه؟ اشنو كيعني هذا؟ واش نهزوا وليداتنا ندوا للمدارس الخصوصيه؟ إذا عطينا أنا الشوماج وغدا غادي نجوم عندك، وفر لي واحد العيش كريم اللي كيليق بي أنا كمواطنة وغدا نمشي عندك، ما فيها حتى باس. ولكن أنت ضيعتيني حقي وضيعتي حق الإبن تاعي، ودابا كتضيع لي حقه في التعلم اللي هو واحد الحق دستوري، وما يمكنش تعيش الأمم إلا بالعلم وبالتعلم. والآية نزلت هي اقرأ، فكيف احنا أمة اقرأ الآن؟ احنا في الشارع، وليداتنا ناعسين، وليداتنا محبطين، وليداتنا ضايعين، وحنا الآن في الشارع كنغوطوا باش من أجل حق واحد اللي هو التعليم، اللي هو التعليم الوحيد اللي كنمتلكوا الان، اللي هو كنتمناو انه يبقى مجاني ولو انه غير مجاني. لماذا؟ لان جميع الاحتياجات اللي كتحتاجها المدرسه العموميه كتخلصها جمعيه الاباء، اللي هي كتاخذها من الجيب ديال المواطنين وكتاخذها من الجيب ديال الامهات وديال الاباء. ليست هناك مجانيه 100%، ليست هناك اي مجانيه، ولكن هذا الصمت يعني الفظيع وهذا اللامبالاه يعني بالمواطن البسيط. ربما غادي يوقع واحد الانفجار اللي ما تقدرش تحتويه باقي الحكومه نهائيا، اللي ولاد الحكومه كتخرج بواحد الكلام اللي هو يحزد في النفس، وتيقول باننا نحن ممثل الدوله. شكون اللي صوت عليك؟ شكون اللي حطك تما؟ ياك الشعب، ياك المواطن هو اللي صوت عليك وحطك تما، فكيفاش لما كتخرج كتقول انت كتمثل الدوله؟ الدوله ما كتحتاجك باش تمثلها، الدوله كتمثل راسها براسها، انت تما باش تمثل المواطن، علما بانك لم تعد تشرفنا ولا تعد تمثلنا ابدا بتلك الخرجات البهلوانيه وتلك الخرجات لا مسؤوله، تخاطبنا كالذباب الالكتروني، ونحن المواطن الذي طفح به الكيل بغينا ابسط حاجه هي ابنائنا يرجعوا للمدرسه ديالهم، ولكن مدرسه بجميع المعايير والمقاييس الدوليه. الا كنتو انتم كوزراء كتقاضوا الاجر ديال وزراء اجانب والاستاذ كيتقاضى باقل الاجر، فكيف يعقل؟ كيفاش كتنظر من تكلم لك على المواطنه وعلى الكرامه ودرسها الابناء تاعنا وعطنا واحد التعليم جيد؟ كتكلموا على مدرسه الرياده بدون وسائل بيداغوجيه، واش كتضحكوا علينا؟ المواطن راه وعى وفهم
بان هذه مجرد مسرحيه تمثيليه، شعارات واصلاحات، كل عام نفس الكلام نفس الكلام، ولكن بدون جدوى وبدون فائده. ارجعوا وليداتنا يقراوا. اخر حاجه ممكن قبلها انكم تمسونا في الابناء تاعنا، اخر حاجه ممكن نسمح لكم انكم تمسونا فيها هي الابناء تاعنا. ارجعوا يقراوا، ونحن نصطف جنبا الى جنب الى الاستاذ كيفما كان وأينما كان، نحن نصطف إلى جنبه إلى أن تعود الحقوق إلى أصحابها ويعود الأبناء إلى مدارسهم. إلى هناك سنقف، ما دام أبناؤنا في المنزل فنحن سنبقى في الشارع حتى تتحقق جميع المطالب، وشكراً.